بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس، وأسرة آل الصباح الكرام، أقام الشيخ علي جابر الأحمد الصباح مأدبة غداء على شرف سموه رعاه الله، وذلك في مزرعة عزايز بمنطقة العبد. Thank you.